طيب اول حاجه ايه الفيتشرز برضو اللي احنا محتاجينها في نورما فرونتاليس؟ اول حاجه انا عندي ايه البونز اللي انا شايفاها اصلا في نورما فرونتاليس؟ انا اول حاجه عندي بقيه الايه العظمه اللي من فوق دي اللي هي الفرونتال بون، تمام. طيب بعد كده عندي التو ماكزيلي، بعد كده في عندي الزيجوماتيك بون، وفي عندي طبعا التو نيزال بون. طبعا هنا بقى ما فيش داعي ان احنا نقعد نقول ان كل عظمه بتطلع بروسس او دراع تعمل ارتكيليشن مع اللي جنبها، الكلام ده مش هيفيدنا قوي في العمليه، تمام. بس عشان برضو تبقوا فاهمين بالنسبه لكم انتوا، يعني ان انا عندي اي بون بتطلع دراع عشان تعمل ارتكيليشن مع اللي جنبها. طب الدراع ده هسميه بايه؟ ده انا هسميه باسم البون اللي رايح لها. يبقى مثلا لو فرضنا ان دي عندي الفرونتال بون، طيب وراح تعمل ايه ارتكيليشن مع الزيجوما، يبقى معنى كده ان البروسيس ده من الفرونتال بون اسمه ايه؟ ده اسمه زيجوماتيك بروسيس اوف فرونتال بون، وهكذا بقى. اللعبه دي طبعا ايه مش محتاجينها احنا خالص في العملي دلوقتي. طيب ندخل على بقيه الايه الفيتشرز اللي احنا محتاجينها. طيب اول حاجه هنمسك بون بون ونشوف ايه الفيتشرز اللي ايه اللي احنا عايزينها معانا. طيب اول حاجه البورت ده طبعا من الفرونتال بون تبع نورما فرونتاليس. طيب لو نشوف الايه الريدج البوني اليفيشن اللي فوق الاوربت ده ايه يعني؟ ده كده السوبير اوربيتال مارجن. لا ده احنا فوقيه بقى هنا كده على الايه على الفرونتال بون فوقيه كده العلامتين دول كده اسمهم ايه؟ ده العلامتين دول اسمهم سوبر سيلياري ارشز. اسمهم ايه؟ سوبر سيلياري ارشز. طيب السوبر سيلياري ارشز دول المفروض ان هم ريليتد جوه لمين؟ ده ريليتد للفرونتال اير ساينس، عشان برضو ممكن ده يبقى سؤال، تمام. طيب نتكلم على الفيتشرز وبعد كده نتكلم على الاسئله. طيب السوبر سيلياري ارشز دي بيتقابلوا في النص هنا في منطقه مدوره كده بسميها ايه؟ بسميها جلابيلا. بسميها ايه يا شباب؟ بسميها جلابيلا، تمام. طيب الاثنين دول انا ممكن اسال عليهم ازاي؟ ممكن اسال ايدنتيفاي، يا اما ارسم لك الايه التو لاينز دول كده واقول لك ايدنتيفاي يبقى مين؟ سوبر سيلياري ارشز. طب طولت في السؤال وقلت لك ايه ريليتد لمين انترنالي؟ يبقى الفرونتال اير ساينس، تمام. طيب التقائهم الاثنين مع بعض زي ما قلنا في الايه في الميد لاين بالدوريه دي كده اللي هي زي الهنود لما بيحطوا نقطه حمراء دي مكان ايه اسمها جلابيلا، تمام. يبقى انا برضو ممكن احط لك النقطه الدوريه دي بس من غير طبعا الارشز واقول لك ايدنتيفاي يبقى دي مين؟ الجلابيلا، تمام. طب حلو قوي. نيجي بعد كده لو انتوا شايفين انا عندي دول النيزل بونز، صح؟ دول كده النيزل بونز. طيب طالما في عندي تو بونز جنب بعض يبقى كده عاملين ارتكيليشن في سوتشر. طيب يبقى انا عندي سوتشر في النص سوتشر كده اسمه ايه؟ انتر نيزل سوتشر. طيب وعندي ايه كمان؟ ده انا عندي في سوتشر بالعرض هنا كده ما بين الفرونتال والنيزل بونز اللي هو ايه؟ فرونتو نيزل سوتشر اللي بالعرض ده. يبقى انا عندي واحد كده بالطول والتاني هيبقى ماشي بالعرض كده، تمام. يبقى انا عندي واحد كده بالطول اللي هو الانتر نيزل سوتشر، واحد كده بالعرض لما بين الفرونتال وبين النيزل فبسميه فرونتو نيزل. طب الكلام ده محتاجينه في ايه؟ الكلام ده محتاجينه ان التقاء التو سوتشرز دول ببعض بتعمل لي بوينت كده هنا اسمها ايه؟ اسمها نيزيون. طب نمسح كل اللي حواليها عشان ايه؟ عشان في الامتحان مش هيبقى فيها كل الكلام ده. طيب يبقى انا لو جيت احنا اتفقنا خلاص المنطقه دي اللي هي الجلابيلا دي فوق دي على الفرونتال بون التقاء التو سوبر سيلياري. طب نيجي لو عملت لك نقطه بقى هنا كده التقاء التو سوتشرز مع بعض يبقى ده مين؟ يبقى ده النيزيون. عشان نبقى فاهمين التقاء مين بمين؟ الانتر نيزل سوتشر اللي بالطول مع واحد بالعرض ما بين الفرونتال والنيزل يبقى بسميه فرونتو نيزل. يبقى النقطه دي كده اسمها ايه؟ نيزيون. يبقى انا كل الاسئله اللي احنا قلناها دي ممكن اسالك عليها بايدنتيفاي بس، تمام. يبقى انا عندي في تو سوبر سيلياري ارشز، في عندي ايه؟ سوبر سيلياري ارشز ريليتد لمين انترنال يا شباب؟ للايه؟ للفرونتال اير ساينس، للفرونتال اير ساينس اللي بيبقى طبعا جوه الفرونتال بون هو اللي بيبقى عامل اليفيشن ده، تمام. طيب التقائهم في النص في الايه في الميد لاين بسميه ايه؟ جلابيلا. يبقى انا بحط النقطه المدوره دي واقول لك ايدنتيفاي يبقى دي الجلابيلا، تمام. طيب انما لو النقطه هنا التقاء التو سوتشرز دول بعض اللي بالطول واللي بالعرض يبقى دي مين؟ النقطه دي اسمها نيزيون، تمام. طب حلو قوي، دي كده الفيتشرز اللي موجوده على الفرونتال بون. طب تيجي ننزل بقى على مين؟ على التو ماكزيلا. انا عندي التقاء التو ماكزيلا ببعض في النص هنا بيديني مين السباين ده كده؟ السباين اللي انا مشاور عليه ده كده كله اسمه anterior nasal spine، ده اللي بنحسه على نفسنا هنا كده عشان انتوا اللي باصين معايا هنا كده. طيب بص، يبقى انا لو ممكن ايه اعلم لك على
كل السباينال الشوكه اللي هنا دي كده واقول لك ايدنتيفاي، يبقى انتيريور نيزل سباين. طبعا سؤال عبيط وهبل بس ممكن يجي تقوم محرج انت مش عارف تعمل ايه، بقى ده انتيريور ايه نيزل سباين. تمام، طب حلو قوي. نيجي نكمل بعد كده على ايه المجزله. المجزله طبعا هنا الالفيولار بروسس بتاعها للاسف سيء جدا، بس انا مثلا هيبقى عندي في المنطقه دي فوق الايه فوق الكناين، فبسميها كناين امينس. بسميها ايه يا شباب؟ بسميها كناين امينس. طيب الكناين امينس دي حته اليفيشن كده وانت ماشي على الالفيولار مارشل هتلاقي حته اليفيت، دي مكان اللي هو الكناين اسمه ايه بالعربي، اسمه ايه الكناين ده، الناب. ايوه مكان الناب بيبقى عامل اليفيشن كده يا شباب، بسميه ايه؟ بسميه كناين امينس. طيب الكناين امينس ده بلاقي فيه ميديا ليه حفره او فصه ولاترال ليه فصه ثانيه. طيب الميديا ليه الفصه دي ده بتبقى فوق مين؟ فوق الانسايزرز، فوق الايه القواطع، فبسميها انسايزف ايه فصه، فسميها انسايزف فصه. غير واحده تانية هنقولها دلوقتي انسايز فصه بس مش دلوقتي، يعني هنقولها مع نورما بيزالس. طيب بعد كده في فصه تاني لاترال للايه للكناين امينس، دي بقى هسميها باسم الكناين، فهسميها كناين ايه كناين فصه. طيب الكلام ده كله مهم بالنسبه لنا في ايه؟ ان انا عندي الانسايزف فصه اللي على الناحيتين دول، ممكن اعلم لك عليهم كده هنا يمين وشمال واقول لك منشن ستراكشر اتاتشد اوربيكولاريس اورس. اوربيكولاريس ايه؟ اورس، العضله اللي حوالين الايه فتحه الماوس، يبقى اوربيكولاريس اورس. تمام، طيب انا لو طبعا السكال احسن من كده شويه في الالفيولار بروسس بتاعها، الاليفيشن ده انا ممكن اعلم عليه واقول لك مثلا ايدنتيفاي، يبقى ده الكناين امينس. بس الاهم منه اللي هي الفصه اللي ايه اللي ميديال ليه، الاهم منه الفصه اللي ميديال ليه اللي هي هنا دي كده النقطتين دول اللي هو زي شنب هتلر كده في الحته دي كده اللي هما مين الانسايزف فصه، ده لو ايدنتيفاي. انما لو منشن ستراكشر بقى اتاتشد يبقى خلاص ده هنا مصل اللي هي مين اوربيكولاريس اورس. تمام، طب حلو قوي. بعد كده نمسك تاني مين، نطلع على المجزله من الجنب شويه. طيب المجزله من الجنب شويه لو جينا مشينا كل ده طبعا الفيولار بروسس. طيب كل ده الفيولار بروسس لو علمت انا علامه بالعرض كده فوق الايه المولرز، يبقى انا عندي دي مين العضله دي؟ دي الباكسينيتور. تمام، طب لو رجعنا اكتر ورا مع الالفيولار بروسس ده انا هلاقي في حته كده ايه اليفيشن هنا المفروض اللي اسمها ايه، بسميها ماكسيلاري تيوبروستي. طبعا هي مش عارفين نعلمها عشان البون ايه مخرفش هنا ومكسر، بس لو هجيبها انا في الامتحان هنجيبها حته احسن من كده بكتير. تمام، المهم ان انا عندي اخر الالفيولار بروسس ده هلاقي في عندي اليفيشن كده بسميه ايه، بسميه ماكسيلاري تيوبروست. طب الماكسيلاري تيوبروست ده لو انا علمت عليه ده بيدي اتاتش من مين؟ ده بيدي اتاتش من السوبرفيشال هيد بتاعت مين؟ ميديال تريجول. ميديال تريجول هنيجي نقولها تاني على اللاترال فيو بس عشان نبقى خلصنا ايه المجزله. تمام، طيب يبقى تاني المجزله بقى من ايه من نورما فرونتالز. اتفقنا ان التقاء التو مجزله هنا في النص دول قرب النيزل ابريتشر، يبقى انا عندي مين ده؟ انتيرو نيزل سباين. طب حلو قوي، بعد كده على الالفيولار بروسس من بره في عندي اليفيشن فوق الكناين اللي هي برضه الناب، برضه بنسى اللي هي فوق الناب اللي هي اسمها كناين امينس. طيب كناين امينس ميديا اللي في عندي انسايسف فصه. طيب الانسايسف فصه زي ما اتفقنا لو علمنا عليها كده من الناحيتين يبقى انا عندي منشن ستراكشر اتاتشد هنا مين؟ اوربيكولاريس اورس. اوربيكولاريس اورس. تمام، خلينا فاكرين العلامتين دول برضه عشان هيبقى في تحتهم على المندبل اخت العلامتين دول بالظبط تحت على المندبل. تمام، طب حلو قوي. طيب نيجي بعد كده نخش على حته مهمه جدا في نورما فرونتاليس اللي هي مين؟ اللي هي الاوربت. طيب الاول انا ممكن طبعا اعلم لك على النيزل بون كده واقول لك ايدنتيفاي، يبقى على طول بس هتقولي نيزل بون وخلاص. تمام، يبقى دي برده من ايه من ضمن الاسئله يعني العبيطه شويه ان انا ممكن اعلم لك بس كده على ايه النيزل بون واقول ايدنتيفاي. طب حلو قوي، تعال ندخل بقى على الاوربت. الاوربت قبل ما ندخل جواه انا عندي فيه فوره من فوقيه وفوره من تحتيه. طيب الفورمن اللي فوقيه فوق الاوربت يبقى هسميه سوبرا اوربيتال فورمن، وطبعا زي ما انتم عارفين لو هو مش كامل مش فورمن كامل يبقى هسميه نوتش. اللي انتم شايفينه ده اللي انتم شايفينه ده كده طبعا مش كامل مش فورمن كامل، يبقى انا هسميه نوتش. بس هلاقي ان انا عندي ماشيه على البوردر ماشيه وغطسنا كده في الايه في النوتش دي. طبعا انا الناحيه الثانيه برده عباره عن ايه عباره عن نوتش. تمام، يبقى انا طالما مش فورمن كامل يبقى هسميه سوبرا اوربيتال نوتش. تمام، طب نيجي بعد كده لايه للفورمن اللي تحت الاوربت، يبقى هسميه ايه تحت الاوربت؟ يبقى انفرا اوربيتال فورمن. تمام، يبقى انا حوالين الاوربت في عندي فوق فورمن او نوتش وتحت ايه
فورامين اللي هم مين؟ سوبرا وانفرا اوربيتال فورامين. طب دول بيعدي فيهم مين؟ ما انا ممكن اعدي لك سلكه كده او احط لك سلكه جوه النوتش، او حتى ايفن لو في عندنا فورامينا في الايه في المشرحه، يبقى انا مين اللي بيعدي فيهم؟ ده الكورسبوندينج نيرف فيسلز. يبقى مين؟ سوبرا اوربيتال نيرف فيسلز وانفرا اوربيتال نيرف فيسلز. يبقى انا لو حطيت السلكه في الايه في النوتش، او غالبا بقى ممكن اعلم لك عليها بتبشير لو هي نوتش، انما لو فورامين هجيبه كله بقى. يبقى انا ممكن اعلم بس عليها بالتبشير لو هي نوتش، واقول لك ايه منشن ستراكشر بوس، يبقى سوبرا اوربيتال نيرف اند فيسلز. تمام، نفس الكلام بقى في الايه في الانفرا اوربيتال، بس ده بقى لا ده هعدي فيه سلكه بقى، ده عادي مش مشكله. تمام، يبقى ده مين ممكن ايدنتيفاي؟ يبقى انفرا اوربيتال فورم. انما طبعا السؤال الاشهر اللي هو طالما عديت سلكه يبقى اقول منشن ستراكشر بوس، يبقى مين؟ انفرا اوربيتال نيرف اند فيسلز. طب حلو قوي، تعالوا بقى نخش جوه مين؟ جوه الاوربت. طيب جوه الاوربيتال كافيتي عندي الاول هنا مين على الميديال سايد كده؟ لو علمنا علامه كده، لو علمنا علامه ميديال سايد كده، شايفين البروسيس ده كده اسمه ايه؟ ده جاي من ماجزيلا ورايح ارتكليت مع الفرونتال بون، يبقى اسمه ايه؟ فرونتال بروسيس اوف ماجزيلا، صح؟ طيب لو جيت انا علمت عليه من الميديال سايد في النص كده واقول لك منشن استراكشر اتشن، العضله اللي بتلف داير ما يدور دي اللي هي مين؟ اوربيكيلاريس اوكيلاي، اوربيكيلاريس اوكيلاي. يبقى العضله هتمسك ايه؟ ممكن اعلم لك عليها طبعا من ناحيه واحده، وممكن اعلم عليها من الناحيه الثانيه كمان، يعني يبقوا الناحيتين مع بعض عشان تبقى اسهل لك. ومنشن استراكشر ايه؟ خلي بالنا يا شباب بقى من السؤال، اتشد ولا ريليتد؟ لان احنا هنا داخلين في حاجات ريليشنز كتير. تمام، طيب يبقى انا طالما على البروسيس ميديالي في النص كده يمين وشمال، يبقى انا مين؟ اوربيكيلاريس اوكيلاي. تمام، طيب نيجي بعد كده نخش جوه ايه الاورب الثاني، هلاقي عندي ايه؟ لو انا العلامه عندي فوق ولاترالي، فوق ولاترالي، يبقى انا واقول لك منشن استراكشر ريليتد، منشن استراكشر ريليتد، يبقى مين؟ يبقى دي اللاكريمال جلاند. فوق ولاترالي يبقى الايه؟ يبقى اللاكريمال جلاند، وهقول لك ريليتد، فريليتد ما عنديش هنا لاترالي غير مين؟ غير اللاكريمال جلاند. طيب علامه مقابله ليها الناحيه دي، يبقى انا بص كان الايه؟ كان العلامتين قصاد بعض كده، واحده سوبيريو لاترال والثانيه هتبقى ايه؟ انفيريو لاترال، انفيريو ميديال. تمام؟ طيب الانفيريو ميديال دي العلامه اللي هتبقى هنا امسح علامه الاوربيكيلاريس اوكيلاي. تمام، يبقى العلامه لو تحت وميديال كده واقول لك منشن استراكشر ريليتد، يبقى دي مين؟ يبقى دي تبع اللاكريمال سيستم برضو، بس هنا لو ميديالي يبقى الساك، يبقى انا اللاترالي وايه وعلى بره او فوق وعلى بره اللي هي السوبيريو لاترال، يبقى دي الجلاند نفسها. تمام، انما لو قدامها الناحيه الميديال وتحت واقول لك ريليتد، دي ما تلخبطكش بالاوربيكيلاريس اوكيلاي. ليه؟ لان احنا قلنا اوربيكيلاريس اوكيلاي دي اتاتشد، صح؟ اتاتشد. خلي بالنا لما تبقى العلامتين قريبين من بعض اللي هيفصل لك ما بينهم السؤال نفسه. لو قال لك اتاتشد خلاص يبقى انت عندك يا موصل يا ايه يا ليجامنت، يا اما حاجات هنقولها تاني. انما لو ريليتد خلاص انت اتفقنا بقى ان هي ايه؟ انفرو ميديالي، يبقى مين؟ يبقى اللاكريمال سيك، يبقى اللاكريمال سيك. يبقى انا عندي في النص بقى هنا بالظبط في عندي مين؟ اتاتشد اوربيكيلاريس اوكيلاي. طب وتحتيها بس ريليتد، يبقى مين؟ يبقى انا عندي اللاكريمال سيك. تمام، طب حلو قوي. طيب ناقص علامه تاني في الاوربت برضو من جوه، بس ايه؟ بس فوق كده. طيب العلامه دي ايه؟ ده العلامه دي كانت بتمسك فيها تروكليا بتاعت مين؟ بتاعت السوبير اوبليك. السوبير اوبليك هتبقى ماشيه كده وبعدين تدخل في تروكليا وتعدي لاترالي. تمام، يبقى انا لو علامه فوق كده جوه والايه والفوق سوبيريورلي، يبقى اقول لك منشن ستراكشر اتاتشد برضو، ما هي التروكليا دي اتاتشد للفرونتال بون. تمام، يبقى هتقول لي تروكليا اوف السوبيريور اوبليك موسل. تمام، طيب علامات الاورب الثاني عشان هي رخمه شويه، نيجي جوه ايه الاوربت. قلنا ميديالي كده، لو علم لك علامه ميديالي على الميديال سايد يمين وشمال واقول لك منشن ستراكشر اتاتشد، يبقى مين؟ اوربيكيلاريس اوكيلاي، العضله اللافه ايه حوالين الاوربت كده. تمام، نيجي بعد كده فوق ولاترال واقول لك منشن استراكشر ايه؟ ريليتد، يبقى مين؟ يبقى لاكريمال جلاند، يبقى اللي على بره لفوق مين؟ اللاكريمال جلاند، انما اللي قدامها الناحيه الثانيه واقول لك برده ريليتد، يبقى دي اللاكريمال ساك، لاكريمال ساك. تمام، حلو قوي. يتبقى عندنا العلامه اللي جوه وايه؟ والفوق اللي هي مين؟ اتاتشد برده، اللي هي التروكليا اوف السوبير اوبليك، تروكليا
اوفيس اوف يور ويك. مش عايزين نكتب حاجه الورق كله مكتوب فيه كل حاجه، نركز بس في الكلام الاول. تمام. طب حلو قوي، يبقى كده دي مين؟ ده كده فرونت نورما فرونتاليس كلها. طب نرجعها تاني، قلنا ان انا عندي فيه فرونتال بون. طيب الفرونتال بون يبان عليها ايه او ايه العلامات بتاعتها؟ ممكن اعلم لك خطين بالعرض كده اللي هما السوبر سيلياري ارس، واقول لك ايدنتيفاي ريليتد لمين جوه؟ للفرونتال اير ساينسز. تمام. بعد كده التقائهم في النص هنا في مين؟ في علامه مدوره اللي هي اسمها لابيلا. طب التقاء الانترنيزل مع الفرونتونيزل مش مشكله اساميهم اصلا، المهم بس ان السوتشر اللي بالطول والسوتشر اللي بالعرض بيتفقوا في نقطه هنا اسمها نيزيوم. طيب ممكن اعلم على النيزل بون نفسها واقول لك ايدنتيفاي، ماشي نيزل بون شكرا. ننزل بعد كده على المجزلة، قلنا ان انا عندي في النص التقائهم هنا مين؟ انتيريور نيزل سباين. بعد كده قلنا على الالفيلار بروسس عندي الكناين امينس، كناين امينس ميديال ليه فصه ولاترال ليه فصه ثانيه. ميديال ليه فصه اسمها ايه؟ انسايزر فصه. انسايزر فصه ليه؟ لانها ريليتد للانسايزرز هنا. طيب منشن ستراكشر اتاتشد يبقى مين؟ اوربيتالرز اورز ده حوالين الايه؟ الماوس. تمام. يا اما الكناين ايمنس نفسه واقول لك ايدنتيفاي. طب حلو قوي، بعد كده اتفقنا ان انا عندي ممكن على النوتش دي اعمل لك دايره، او لو هي فورامين اعدي فيها سلكه واقول لك منشن ستراكشر باس يبقى مين؟ سوبرا اوربيتال نيرفان فيسس. طب الفورامين الثاني اللي انا ممكن ادخل فيه السلكه يبقى انا عندي مين؟ انفرا اوربيتال نيرف اند فيسس. تمام. طب حلو قوي، نيجي بعد كده انا ممكن اعلم لك على الزيجوماتيك بون نفسها واقول لك ايدنتيفاي، الون كل البارت ده كده واقول لك ايدنتيفاي. سؤال عبيط يعني مثلا بس ما يفاجئكش يعني، زيجوماتيك ايه؟ زيجوماتيك بون. تمام. طيب ما تتخضش يعني، لو السؤال سهل عادي مش خدعه يعني مش مشكله. طيب نيجي بعد كده دخلنا جوه ايه؟ جوه الاوربت. اتفقنا ان انا عندي علامه في النص كده واتاتش دي باوربيتالرز اوكيلاي. طب لو علامه فوق كده واتاتشد برده دي بالتروكليا بتاعه السوبير اوبليك. طيب بعد كده علامتين ليهم علاقه باللاكريمال سيستم، العلامه اللي فوق والبره هتبقى مين؟ لاكريمال جلاند. انما العلامه اللي تحت والجوه اللي هي مين؟ اللاكريمال. ونخلي بالنا من السؤال اتاتشد ولا ريليتد عشان ما نتلخبطش ما بين الاوربيتالرز اوكيلاي واللاكريمال سيك. تمام. طيب كده النورما فرونتاليس. تمام.